السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي وظيفة أعطيت عقلك؟ هل أعطيته وظيفة المستشار أم وظيفة المحامي؟ أوضح. هناك أناس يتبعون عقولهم، وهناك أناس عقولهم تتبعهم. فالذين يتبعون عقولهم يوظفون عقولهم كمستشارين لهم، فتجدهم يفكرون يحللون بعد ذلك يفعلون. أما الذين عقولهم تتبعهم فغالبا يوظفون عقولهم كمحامين عنهم، فتجدهم ينطلقون خلف رغباتهم المبنية غالبا على العاطفة، بعد ذلك يستدعون العقل من أجل أن يبرر ويخترق الأعذار. فأيهم أنتم؟